في المحافظات اللي أنا بنزلها دلوقتي، يعني أنا بتمنى إن أنا أنزل وأشوف كل الناس، صدقوني يعني، لأن أنا بحب الناس وأنا كمان زي الناس زيكم كده. صحيح يعني مش في برج كبير ولا حاجة. ربنا يكبر خاطرك انت، ربنا يكبر خاطرك انت. احنا مش هننسى، يعني اختي بتقول انا والدي شهيد، وانتوا قلتوا الاستقرار اللي حصل، الاستقرار اللي حصل ده تمنوا ولاد كتير من ولاد مصر وبنات كمان من بنات مصر، وانتوا شفتوا هنا في المنيا وفي كتير من محافظات مصر ازاي ان هم عملوا الفتنة عشان يخربوا بلادنا ويخلونا ان احنا نخش مع بعضنا في حاجة والبلد كلها تسعنا كلنا وتسعق قدنا 10 مرات. لكن اللي دفع الثمن في الاستقرار مش الإرادة بتاعتنا، لا، كل أسرة مصرية زي أختي اللي قدمت ابنها ومحدش شافها، يعني ما نعرفهاش، احنا عرفنا بس لما انا اتشرف بيك. ربنا يتشرف بيك، مهما كرمنا ما عملناش حاجة، ويديك العافية والصحة ويصبرك ويرضيكي.